السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخنا الكريم جزاك الله كل خير عنا. وياك. الله يخليك. أخو زوجي واخد منا قرض 180,000 من 3 سنين. ها. واشترى بيه شقة واشترى حاجات يعني، وجاب قرض من البنك واشترى شقة ومحلين، ولغاية دلوقتي احنا مش عارفين نلجا عليه زكاة، واحنا مش عارفين ناخد فلوس دي امتى. مش فاهم يعني. فاحنا عندنا زكاة، واخد منا قرض من زوجي 180,000. من زمن كام؟ من 3 سنين. هل خلاص إذا طالت المدة ولم تدري متى سيرجع انتظري، وإذا قبضتيه أخرجي عنه زكاة سنة. يعني احنا ممكن لو قد يلحق هذا الدين بدين الميت. نعم نعم. فلسنة الرحم احنا مش عايزين دخل مسألة ثانية، ما تدخليش في مسألة ثانية. تكلمي انت على الزكاة. طب لو سمحت يا شيخ كمان سؤال. ها.